كوريا الشمالية بنجاح نوعا جديدا من الصواريخ من طراز أرض بحر بحسب ما أعلنت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت دفعة من الصواريخ من طراز أرض بحر بعد أقل من أسبوع على تشديد إضافي للعقوبات الدولية على بيونغ يانغ ردا على تجاربها الباليستية الأخيرة.